هيها النقطة سي اللي بدنا نمر فيها، بدناش نمر بالنقطة A. شوفوا ايش رح نعمل الآن. رح امحي هلأ هاي كلها. رح ناخد طريقة سهلة في الروت لوكر، في الليد كومبنسيتر. اللي رح اعمله الآن، رح احط زيرو بول. الزيرو والبول رح يلغي، الزيرو رح يلغي البول اللي هون، ورح يعطيني بول جديد، مظبوط؟ فيعني مش انا الليد كومبنسيتر مكون من S minus Z تبع الكومبنسيتر و S minus Z P تبع الكومبنسيتر. هاي هي ترانسفير فانكشن جديدة اللي بضيفها، اللي هي اللي سألت عنها إيمان. هذه طبعا شكلها هيك عجيب هون S، بس هي في الواقع عبارة عن ايش؟ Op amp عليه كاباسترز واندكترز. دكتور بلس ولا لا؟ بلس. بلس راح يكون Z C. ما هو القيمة تبعت Z، يعني S بتساوي Z C، مش هيك؟ فراح تكون إذا بدك تحطها هون بلس، وهي لما تروح هناك بتصير ماينس. يعني المهم إنه الزيرو والبول راح يكون هون بالمنطقة هاي، أوكي مزبوط؟ إذا أنا راح أضيف زيرو وراح أضيف بول. الزيرو مش الزيرو والبول بلغوا بعض، مزبوط؟ فبلغي أنا هذا وبحط بول جديد. كأني شو عملت بهذا البول؟ كأني حركته وزحته هون. إذا نشوف قديش بدنا نحركه. هلا أنا هون اخترت إشي سهل، بحيث إنه اللي راح أعمله الآن رح اضيف بول جديد، بحيث انه لو نزلنا هلا خط مستقيم من سي، هلا بنلاقي مكان سي وينه. هلا هي طبعا هاي بالصدفه اجت، انه هذه هون خليها هون، هاي البول الاصلي. بدي البول الجديد يصير بحيث انه هاد يبدا من هون، وشو يصيروا الان يتحركوا؟ يتحركوا التنين هيك وبعدين يطلعوا هيك، اوكي؟ فبلغي هذا وبحط واحد جديد. قديش المسافه اللي بدي احطها هذا الجديد؟ بدها تكون نفس المسافه ما بين هذا وهذا، مظبوط؟ بدي احط البول الجديد يكون هون، بحيث انه الزيرو بلغي هذا وبصير في بول جديد. خلينا نحسب وين النقطة سي. بنقدر نحسب على فكرة النقطة سي بس بالمثلثات، بحساب المثلثات. زيت بيتا إذا كان الأوفر شوت بيساوي 16.1%، أنا حسبتها حسابات وأنتم كانت بتحسبوها بالفورمولا، تطلع زيتا معي 0.5. وإذا كانت زيتا 0.5 بتطلع عندي كوساين، بتطلع عندي بيتا بتساوي 60 درجة وتساوي باي على 3 راديان، مظبوط؟ اوكي انا عملت الحسابات، سهلت عليكم. بتعرفوا انتم المعادله هاي اللي بتربط هدول الاثنين ايش هي؟ اي تو باور ام بي اوفر شوت بتساوي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير، مظبوط؟ وبعدين عندي زيتا بتساوي كوساين زيتا، مظبوط؟ اوكي؟ هاي العلاقه اللي بتربط هدول الثلاثه، انها سهلتها اخذناها باي على 3 راديان. فهاي الزاويه ايش راح تكون الان؟ 60 درجه، مظبوط؟ وبعدين عندي انا هذا الارتفاع بعرفه من اي معادله، بعرفه الرايز تايم شو بيساوي؟ باي ماينس بيتا، بس بيتا لازم تكون وحدتها بالراديانز، مش هيك؟ بس الرايز تايم احنا قلنا قديش بدنا اياه؟ 0.2 سكند، فيساوي بدي اطلع انا اوميجا دي وحدتها بالراديانز بير سكند، هاي راح تصير باي ماينس باي على 3، مش هيك؟ بتطلع من هون اوميجا دي اظن بتطلع 10 10.something 10.6، حد يحسبها يتاكد، اظنها 10.6 راديانز او 11 تقريبا، 11 راديان، هلا 10.6 راديان راديان بير سكند. وين الطول اوميجا دي؟ هيو هذا المثلث اللي هون، ماشي اوكي واضح صفة. فشو بدي انا الطول؟ بدي هذا الطول. ليش بدي هذا الطول؟ عشان احط البول الجديد نفس المسافة من هون لهون زي من هون لهون، لأنه هذا رح يتحول لسكند اوردر سيستم، رح يضل سكند اوردر سيستم، لأنه البول رح يلغي زيرو وراح يعطيني بول جديد، فراح يضل عندي 2 بولز. هاي طريقة سهلة بالإلغاء، أسهل من طريقة الأنجل أوف ديفيسيت، نعم. 10.5 أوكي. هلا احسب لي يا عبد الله، هلا هون بدنا هذا الطول. الطول هذا نسميه إكس، الطول من هون لهون. إكس أو عندي أوميجا دي اللي هي 10.5 على إكس بدها تساوي تان 60. مظبوط؟ مش المقابل على المجاور؟ تان 60، فبيطلع قديش هذا الطول؟ 6.04 راح اختبرها تقريبا 6، 6 راديانز بير سكند، هذا الطول. اذا هذا الطول 6، اذا هذه 1 مش هيك؟ 5 بصير عندي 1 بدنا 6 من هون، فبدي كمان اضيف لها كمان 5، 6 و5 قديش بتصير؟ 11. ايش معنى هذا؟ ايش معنى 11 راديان بير سكند؟ البول البول الجديد. طيب والزيرو اللي بدي اضيفه وين بده يكون؟ على نفس البول القديم. على البول القديم، وين كان البول القديم؟ على 5. اذا صار عندي الليد كومبنسيتر ترانسفير فانكشن سي، بنحط هون كومبنسيتر بدها تساوي اس بلس الزيرو بده يلغي البول الاصلي اللي هو 5، والبول الجديد راح يكون 11. طبعا في كي، الكي انا
يعني انا هون الكي راح الاقيها باي ترايل اند ايرور وين؟ البرنامج اللي انا بحبه اللي هو شو اسمه؟ سيميلينك. سيميلينك بصير نعمل ترايل اند ايرور نلعب بالبلانت لحد ما نظبط الهاي. فانا ما طلعت كوفيشنت كي اه؟ في كوفيشنت راح يطلع معنا من هنا. فاحنا شو ضفنا؟ ضفنا زيرو، الزيرو شو لغى؟ لغى البولي اللي هون. وضفت بولي جديد، البولي جديد حركني هون صار. شوفوا هون احنا خدعنا البلانت، كانه البلانت الجديده شو صارت الان؟ ايش فيها؟ البلانت الاصليه شو كان فيها؟ تو بولز. ايش كان قيمهم؟ ماينس واحد وماينس خمسة ريديوم بير سكند. هلا احنا هون كانه خلقنا بلانت جديده. ايش فيها التو بولز؟ قديش قيمهم؟ واحد و11. طب انا غيرت شيء في البلانت؟ لعبت انا في البلانت؟ لا. كيف عملت الهاي؟ كنترولر. بالكنترولر. وين راح يقعد هذا الخمسة وال11؟ بالكنترولر. ايش راح يكون؟ يا اما راح يكون اوب امبس، وبالاوب امبس راح احط زيرو فول ريزيسترز وكاباسترز واندكترز، او بالديجيتال بيك مايكرو كنترولر راح اكتب ديجيتال كنترول كود بالزد بالزد. نعم دكتور، ستة هاي المسافه بين البول الاول وايش؟ ثاني الستة هي المسافه بين الاوريجن. الاوريجن بالاوريجن. اه صح كلامك مضبوط، كويس انك انتبهت، شكرا يا محمود. صح هذه صارت ستة كلها، طرحنا واحد خمسة. لا لا مزبوط مزبوط، أنا هون رسمتها غلط، هاي هون هيك مزبوط، هاي مزبوط، لأنه المثلث كله من الأوريجين جاي. فهذه كلها ستة، هذا واحد طول، هذا قديش؟ خمسة. ضفت خمسة للستة أعطاني 11. أوكي إذا إحنا هاي تران، هاي البولو زيرو بنضيفه، لسه كي ما بنعرفها، رح نلعب إحنا بكي ونجرب فيها لحد ما تزبط معنا. أنا كل هدفي من هذا الإكسرسايز ما بدي أرجع أقول لكم ترسموا وجيب منقلة وهذا، بدي إياك تفهم الفكرة، ورح نستعمل السيميولينك حتى ريحنا من هذا. اذا الكل واضح هون بنضيف 5 و11 عشان المفروض يتحقق معنا. اذا شغلنا مزبوط شو رح يصير؟ رح يصير عندي الرايز تايم قديش بتعرف 200 ملي سكند، ورح يصير عندي الاوفر شوت قديش 16. نكتبهم هون عشان نتذكر حالنا فيهم. هدفنا نوصل تي ار بتساوي 200 ملي سكند، والاوفر شوت يوصل عندي 16.1%. اذا تحقق الشرط هذا معي معناه احنا نجحنا. بتضل مشكلتي ايش؟ ستيدي ستيت ايرور، لسه في عندي ستيدي ستيت ايرور. اطفي يا عطل. اذا راح